أول طبخاتنا لليوم الدولمة العراقية المشهورة. نشوف في الوصفة وبعدين إن شاء الله رح ناخذ كيف طريقة تحضيرها. يلا. إذن الدولمة بدنا 4 حبات من الكوسة، و4 حبات من الباذنجان، 4 حبات فلفل ملون صغير، وطبعا فلفل أكيد، و3 حبات من البصل الصغير الحجم، 2 كوب من الأرز، وكوب لحم عجل وغنم مفروم، وملعقة صغيرة من البهارات المشكلة، وحبة ثوم مفروم، و1/4 كوب من الزيت، 1/4 كوب من البندورة، وملعقة صغيرة من العصفر، و3 أكواب ماء أو مرق الدجاج، والقليل من الملح والفلفل. والآن بدنا نبدأ في تحضير الدولمة العراقية. طبعا الدولمة العراقية هي عبارة عن أكلة مشهورة كثير بالعراق، وكل بلد في العراق أو كل محافظة لها طابعها الخاص في تحضير الدولمة. لكن طبعا إن شاء الله حاولت أني أجمع كل العادات، وراح أحكي لكم كثير على التفاصيل، وأكيد كمان الدكتورة من راح تشاركنا شوي بأفكارها. ولكن لتحضير الحشوة خليني أول شيء بدي أجيب اللحمة من الثلاجة، لازم تكون لحمة غنم ولحمة طبعا عجل مفرومة، أجيبها من الثلاجة. طبعا بدنا رز حبة قصيرة، بنقعه لمدة 1/4 ساعة، وبعدين بنحضر الحشوة، بنضيف اللحمة، هاي اللحمة، وبعديها بدنا نضيف مجموعة من المطيبات حتى يصير طعم الرز النزاكي. أول شيء راح أضيفه طبعا الملح كمية وافرة، أوكي. بدنا نضيف شوية من البهارات المشكل، ممكن نكتفي بس بالفلفل والملح، ولكن زي ما حكيت لكم هاي الطبخة في العراق في لها كثير يعني طرق بسواها فيها، بس أنا حاولت إني أجمع كل الطرق هاي، فراح أضيف شوية من العصفر إشي بسيط، وكمان راح أضيف شوية من الفلفل الأبيض، وكمان شوية من البهار المشكل، وكمان راح أضيف شوية من الفلفل الأسود، وراح أضيف شوية من النعنع الناشف، وكمان راح نضيف شوية من البقدونس والبندورة المفرومة، وكمان ممكن نضيف لها شوية من الدل أو الشبت كمان نضيف لها. وطبعاً فكرة الدولمة هي عبارة عن مجموعة من الخضروات المحشية، عندنا زي الكوسة، الباذنجان، البطاطا، الفليفلة، البندورة، الملفوف، السلق، يعني في خضار كثير ممكن نحنا إنه طبعاً نحشيها بالدولمة. وبتكون طبعا في الأرضية تحت عندنا في بطاطا، أرضية الطنجرة، وشوية من الثوم، رح تشوفوا كيف بعد شوي بدنا نسويها، بالإضافة طبعا لورق الدوالي. هاي شوية من البقدونس، ورح أضيف كمان شوية من البندورة المفرومة، ما ننسى نضيف شوية من الزيت النباتي. طبعا بالنسبة للطبقة هاي الدولمة بالعراق بيضيفوا لها كثير دهن، طبعا لحم الغنم والعجل بتكون شوي فاتي، لحمة فيها دهن، وبضيفوا لها كمان سمنة، بس أنا راح أضيف لهون زيت نباتي. أنا سارة دكتورة منى نوري، شو رأيك؟ والله إحنا هيك الدولمة بتنعمل؟ لا لا، إحنا هناك اختلافات أساسية في الحقيقة. أول شيء إحنا عندنا الرز يفترض أن يكون من النوع العنبر أو يكون من البسمكي. أنت تعرف أنا ولو يعني الطبخ أنا عندي مسألة نفسية جدا، علم نفس المطبخ بالحقيقة. أنا ألفت في العراق مع فريق عمل كتب ومقررات شؤون الأسرة والتربية الأسرية لمعاهد المعلمين وللابتدائية وللثانوية، وعندنا الطبخ جزء أساسي وركن أساسي من شؤون الأسرة وإعداد البنات والبنين يعني للحياة الأسرية. عندنا الرز إذن من نوعية خاصة حتى تطلع الدولمة، احنا نسميها في الموصل يعني اليفرغ، حتى تطلع يعني لذيذة وطيبة أكثر من غيرها من أنواع الرز. وهناك شرط أساسي آخر، أن اللحم يجب أن يفرم فرماً باليد مع وجود لية، نعم، أو هذا اللية البيضاء الطرية أو الشحمة، يعني يجب أن تفرم باليد على التختة، نعم، صحيح، هكذا حتى تطلع نكهتها. بس دكتورة أنا هون راح أضيف بس سبب جديد، حشو البتنجان والكوسة بعد ما طبعا حفرناها راح أضيفهم مع الحشو كمان، هذا بتنجان وكوسة، بتنجان وكوسة، نعم، أوكي. راح أضيفهم كمان مع الحشو اللي هي مع الرز،
كملوا هسه النقاش. كيف يعني احنا نحمضها؟ يعني عندنا حامض خاص راح اضيف عليها يعني اكيد، نضع اما شراب السماق الاصلي واما او تمر هندي، احيانا ليمون دوزي يضعوها. نعم. واحيانا ليمون حامض، واحيانا الرارنج نارنج، يعني شراب نضع اضيفها شوي من عصير الليمون. النارنج هو ممكن الخرشوف اللي يشبه البرتقال. بالضبط، يعني نوع من انواع الحمضيات. صحيح. نعم، من الحمضيات. ويعني انا لا ادري انت تضع لها زيت، يعني هكذا احنا الدهن الحر هذا شيء اساسي، رائحته الزكيه تطلع، ندوغه يعني نفوره ونغليه غلي جيد، وبعدين نضعه فوق الدولمه عندما تستوي او خاصه. شوف، ولا تنسى احنا عندنا في العراق شيء اساسي نضع في قعر القدر، نضع ضلوع مال خروف. نعم. او نضع هناك باقلاء، شوف مسلوقه نضعها هكذا نصفها. وعندما نقلب القدر بعد ان يستوي وينطبخ يطلع مثل قالب الكيك، شيء رائع الجمال يعني. حلو. حلو. وهناك احيانا احنا يعني ما نضع هكذا منوعات الخضروات. كل الدولمه تكون ورق عنب مثلا. يعني او كلها تكون سلق احيانا، وانت وضعت لها عصفره لون اصفر. احنا احيانا نضع معجون الطماطه، يعني تلاحظ انا دكتوراه في، ليس فقط في علم مع التفاصيل يعني دكتوراه في الطبخ، لان شيء اساسي من سعاده الحياه الاسريه طبعاً بالحقيقه. أكيد أكيد. هو الطبخ. نشكرك انك عم تضيفي لنا اكيد هالمعلومات ست منى. احنا مكملين، بس بدي اذكر انكم تبعتوا لنا شو هو او شو هي الشركه، من وين الاصل لشركه فيلدا، هل هي المانيه سوريه او روسيه؟ يعني اذا بدنا نقربكم اياها، هي تعتبر من البلاد المشهورة بصناعة السيارات، هل هي من ألمانيا، سوريا أو روسيا؟ بعتونا الجواب الصح على 90506. شكرا لكل عم بعتولنا على الفيسبوك، تقدروا كمان تتواصلوا معنا مباشرة على الهواء، مجموعة من الجوائز أكيد رح تتقهوها معنا. شو أهم إشي بطبختنا؟ إذا أعزائي الآن بدنا نحضر، حضرنا الكوسة والبتنجان زي ما أنتم شايفين المحفور، وكمان بدي أجيب البصل، البصل الصغير، وأعمل له عملية كمان حشو. كيف بدنا نجهز البصل للحشو؟ بنجيب بصلة ونفتحها من النصف للنصف مباشرة هيك، وبعديها منضيفها على المي السخنة اللي بتغلي عندي لمدة 6-7 دقائق حتى يصير في عندي البصل يكون طري، ويكون سهل انه نفتح البصلة بهالشكل. هيك بصير عندنا، فبصير في عندنا البصل جاهز للحشي. لتجهيز طبعا القدر اللي زي ما حكيت الدكتورة، ممكن نضيف اضلاع من لحم الخروف وطبعا اوراق السلق كمان طيبه. بس هون بدي اجهز الطنجره قبل ما احشي الخضروات اللي عندي. كيف الطنجره معك؟ الطنجره كويسه هي. طبعا احنا هون عم نستعمل طناجر فلونا، اكيد هي من الطناجر الجيده جدا. بس هون بدي ابدا في تحضير القدر، اللي هو حضيف له شويه من البصل، البطاطا هي كمان عندي هون، راح اضيف شوي من البطاطا، وكمان شوي من الثوم الحب. وراح نبدا في تجهيز الخضروات اللي عندنا. نبدا اول شيء بنضيف فيه البصل، لانه الدولمه تنطبخ لمده ساعه الى ساعه ونصف على القدر، والنار هذه حتى تصير طيبه ويصير فيها لصق من تحت. فهي البصل عم نحشيه بهالشكل، راح نضيفه على الطنجره مباشره. بنجيب كمان مره بصله ثانيه نفس الفكره، مش سهل موضوع البصل. لا كثير بسيط، هسه بقى شوي بتفتح البصله بتطلع بهالشكل الجميل. برضه بنضيفها كمان. طيب شيف، رح نضل معك بالخطوات. يلا. بس بدنا شوي نسهلها على المشاهدين، شو هي الاصل او الشركه؟ شركه فيلدا، شو اصلها؟ الشركه الام هل هي المانيه سوريه او روسيه؟ حكيت لكم هو بلد يشتهر بصناعه السيارات، يعني صفة بين ألمانيا سوريا وروسيا، أتوقع صارت واضحة. شو رأيك في الموضوع؟ والله أنا أؤيد هذا الشيء. وأصور منفذ لطيف يشاركون به المشاهدين ويستفيدون. أكيد. إذن 90506 هدول رقم الأسماس، ابعتوا لنا على الساعة 4 رح نعلن عن أسماء الرابحين. اللي عم ببعت لنا على الفيسبوك ياريت يبعت لنا الجواب عبر الاسماس. الكل عم بوجه لك تحيه دكتوره، وعم بشكرك على تواجدك معنا. شايف عم بيسالوا عن منتجات نبيل اكثر من مره باكثر من حلقه، عم بيسالوا وين موجوده من البلدان العربيه. يعني تقريبا بمعظم الدول العربيه، في دول المغرب العربي موجوده في ليبيا، وفي عندك بالمغرب،
الخليج العربي كله موجود، زي دبي، الكويت، الشارقة، الإمارات كلها بشكل عام، والسعودية وقطر وفلسطين والبحرين. عم بيسألوا فلسطين لسه، والله ما وصلنا أسواق فلسطين بعدنا، بالإضافة طبعا لسوريا، لبنان، بإن غاد شوروم كمان موجود، والخليج العربي كله صح؟ طبعا أكيد. طيب في صفاء بدها تغششكم. صفاء بتحكي أكيد ألمانيا. صفاء العوام بنوجه لك تحية وإن شاء الله تكون الرسالة وصلت. رولا كمان بنوجه لك تحية، ونسرين، ودانا محمود، ريام نصر، وأنوار، ورهاب، ووجيه أكيد، وعفاف، سدين، حنين، شكرا لكل اللي عم بتواصلوا معنا. خبرينا هيك، قربينا أكثر من أجواء العراق، شو بيميز شهر رمضان فيها عن بقية الدول العربية؟ قديما وحديثا. في القديم أحكي لك، بالنسبة إن رمضان مدرسة بالحقيقة، وننتظر بفارغ الصبر. كنا صغار، أتذكر احنا ننام كنا في السطح، ما كان هناك احتباس حراري ولا كان جو قائض الحر، هذا الهواء الحلو، خاصه في لما يكون رمضان في فصل الصيف. كنا والله اتذكر كنا نقفز الدرج حتى نطلع الى السطح، يعني ونصعد الى البيتونه اللي هي الروف اللي فوق الدرج، نصعد نجلس هناك انا واخوتي وننتظر رؤيه الهلال. كان يعني انتظار الهلال مال رمضان عندنا شيء يعني لا ليس له مثيل. كأننا ننتظر الأمل، ماكو. نطلع إلى الغد، نطلع إلى شيء في السماء عالي، ننتظر يعني هكذا. وكذلك تشوفين يعني في أواخر شهر رمضان أيضا أن المحية للصبح ما ننام، كنا يعني على يقين من أن الإنسان اللي صام رمضان الشوفي، خاصة الأطفال الصغار، لابد أنه تفتح له يعني أبواب السماء، وخاصة يعني وقت قبل الفجر يعني ما يطل. فكنا أيضا نحيي محية للصبح وننتظر وندعي من رب العالمين أن تفتح لنا أبواب السماء. حلو. وننتظر الأمل يعني وحتى إلى يطلع الفجر ونصلي وشروق. نعم. وكان كنا نذهب إلى الجامع وإحنا صغار، وما أجمل تلك الأيام حقيقة. ما في شو في شو في أحلى من الطفولة. طيب شو عم نعمل شاف مع الدولمة كمان ورايحين نحشي البندورة والفليفلي. أنا بالنسبة إلى لف، إحنا كنا قلت لك إن رمضان مدرسة، كنا نشارك أهلنا في إعداد الدولمة، نجلس على التختة، كان هناك عندنا تختات خشبية صغيرة هكذا، الآن يصنعوها من النايلون، بس إحنا نسويها كنا عند النجار، وكنا نجلس، جيران يأتون أحياناً وهذه نجلس، وكنا نشارك على نجلس على حصيرة ونعمل الدولمة هكذا. إذا بتسمحي لي ست منى، معنا اتصال. منى مساء الخير. يا منى مرحبتين، كيفك؟ يعطيكم العافية. الله يعافيك يا رب، شو الأخبار؟ الحمد لله تمام، وكل عام والجميع بألف خير حبيبتي. يسعدك. بدي أقول إنه عن جد حلقتكم اليوم كثير كثير ممتعة بوجود الدكتورة، فبعرفش لو إنه نعطيها فرصة أكثر، إنه يعني لا كأنه صارت صفت اللي بتحكي عنه أكلة واللي عم بيعملوا أكلة تانية، فأنا حابة أسمع منها طريقتها بكل التفاصيل. هو صراحة التفاصيل كثيرة منى، وعندنا يعني أربع طبخات وجوائز، فعم نحاول هيك ناخذ يعني اللي بنقدر عليه من معلومات الست منى، لأنها موسوعة ما شاء الله عليها. أحييكم والله، يعطيكم ألف عافية. شكرا يا منى. منى عمرك جربتي الأكل العراقي؟ والله في صحبات عراقيات والله طيب جدا. إيه جربتي؟ السمك. يعني المسقوف، يسموه مسقوف. إيش اسمه؟ مسقوف. مسقوف. هذا السمك العراقي المشهور، ونعمله كنا نسقفه في البيت في الحديقه، ونجيب هكذا خشبتين يعني سعف نخل جريد، نضعها هكذا بشكل ثمانيه يعني نثبتها في الارض، وشيش اكو يركب عليها، ونجيب نحضر النار اللي هي من خشب بالحقيقه يفضل وليس الفحم، وبعدين نضع السمكه يعني بمقابل النار، ينشوي هذا الوجه ونقلبه الى الجهه الاخرى، يطلع محمر السمك رائع الجمال ولذيذ جدا وصحي. حلو، بدي اشكرك على المعلومات اللي بتعطينا اياها منى، ان شاء الله هيك كمان استفدتي معلومات المسقوف. احنا مكملين معكم مطبخ رؤيا مع نبيل، شوف شو عم تعمل. بس اذا هون بعد ما حشينا الخضروات زي ما حكينا، ممكن نحشي جميع انواع الخضروات اللي احنا بنفكر فيها. الحين نجهز المي اللي حنطبخ فيها الدولمه، اللي عباره عن ممكن نضيف هون دبس الرمان، ممكن نضيف تمر هندي،
وممكن نضيف كمان رب البندوره حسب ما بتكون انتم، بس انا هون ضايف بس رب البندوره، راح اضيف عليها شويه من النعناع ورايحين نضيفها مباشره على الدولمه طبعا، ونغطيها مع ونلاحظ اني اضيف صحن على ورق على وجه الطنجره حتى اثناء الغليان عندي ما يصير في عمليه غلي كثير وبعدين يطلع الرز من داخل الخضار المحشيه، وبالاخر راح يكون طبقنا تقريبا راح يكون بهالشكل، هي عباره عن دولمه ورق عنب بندوره وطبعا فليفله وبطاطا وبتنجان كوسه، ممكن تستعمل ملفوف، ممكن نستعمل السلق الى اخره، هو من اطباق طبعا زي ما حكيت لكم في عده طرق له وحسب المنطقه في العراق اكيد صحيح. رايحين نزينه الان احنا طبقنا ونقدمه مباشره. تسلم هالايدين شيف، وديكي شكرا لك. احنا رح نكمل معكم، كملوا عم تبعتوا لنا على 90506 شو هو البلد الاصلي للشركه الام لشركه فاليدا، هل هو المانيا سوريا او روسيا؟ كملوا عم تبعتوا على 90506 فاصل وراجعين، خليكم معنا دائما على رؤيه.